الوفية الفنانة الجزائرية التي تغني الطبع القبائلي جميلة اليوم بالجزائر بعد معاناة طويلة مع المرض حسب مصادر مقربة. وولدت سيدة الأغنية القبائلية جميلة عوض واسمها الحقيقي جوهر باشان في 2 مايو عام 1930 بقرية آيات بوهوني دائرة عزازقة ولاية تزاويزو. وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1951 كمنشطة في القناة الثانية بالإذاعة الجزائرية وبعدها كمغنية. ومنذ عام 1953 عرفت المطربة الجزائرية جميلة عوض بكتابة نصوص أغانيها التي لقت نجاحا كبيرا من بينها أبحري أي عساس الجماعة وأرنو ياس أمان أخالي قبل التحاقها بالمجموعة الصوتية النثاوية أورا نلا خالات في القناة الثانية خاصة مع شريفة. وقد بدأت مسيرتها في السينما والتلفاز عام 1962 ليستدعيها بعد ذلك الفنان الكبير محمد حلمي للمشاركة في سلسلة تلفزيونية ومحمد الأخضر في رياح الأوراس وتوفيق فارس في الخارجون عن القانون وسيد علي في ليلى والآخرين وسيواري جسمان المرحومة الثرية بعد ظهر اليوم بمقبرة دال إبراهيم بالجزائر. رحم الله الراحلة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان.